بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على الطاعة وابعد عنا المعصية يا كريم، إنك عليم بحالنا نحن ضعفاء، فقونا بالإيمان وبالعقيدة الصماء يا كريم يا رب الأرض والسماء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل البهتان. مش ناخذ بعض آيات من سورة ياسين عليه السلام. نبدأ بآية 20. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، شو مرحم ربي، بعث لهم بعد ما جرى تكذيب الأنبياء عليهم السلام. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يقول اسمه حبيب رضي الله عنه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. شوف، احنا نلوجو لكم اتباع المرسلين، نقول لكم يا ولي فما أنبياء رسول عليهم السلام، رسول الرب الأنام. يقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يمون مسهلة، ما قالكش عطيني مقابل النصائح والإنذارات، لأنه ينظر فيك ينصح فيك، راه يقول لك رد بالك، راه فعلا فما رد بالك، انتبه فما عاقبة، مش ماشي في بالك عامل مغناني وماش مسؤولية، لا المسؤولية ملتصقة بك أيام التصاق. ولذا أحمد ربي اللي مازال ما مسخكش وما أمرش الأرض بشتبلك وما بص عليك ريحة حمراء، نسأل الله السلامة.